شايف يا بيبو الاغنيه بتفوق الدنيا على طول وتفوق الناس كمان اللي قاعده تتفرج علينا وتفوق الجمهور وتفوق كمان ضيوف الكرام اللي رحب بيهم الدكتور وليد الحديدي الناقد الرياضي بالاهرام. اهلا وسهلا بيك كابتن ميدو. اهلا بيك والحمد لله كله تمام. كله تمام ايضا كمان الاستاذ محمد الصايغ الناقد الرياضي. اهلا بيك. اهلا بيك. كنت فين على بقى ولابسين كرافتات وبتاع؟ لا دكتور وليد صديق عزيز يعني. تقولوا طيب كنت البس كرافتات؟ لا المنديل برده شيك حاجه. يعني ديت ان شاء الله تبقى فقرتنا الثانيه هنتكلم فيها برده بشكل عام عن المباراه. قبل ما اتكلم مع ضيوفي عن مباراه وكمان نطلع نشوف الكابتن حسام بدري قال ايه في مؤتمر، بس احب اسلم عبد الرحمن صابر التيكت بتاعه جاي متاخر. تعالى عبد تعالى بسرعه بسرعه، هو جاي متاخر بس يعني عشان احنا عشان بس تبقى في مصداقيه بيننا وبينكو. عبد الرحمن صابر ازيك يا عبد؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ انت جاي منين؟ فيصل خرش بقى كنا تيكت لحد تاني. يلا شجع جامد. مبروك. لسه تيكت اهو مستنيين صاحبه. الجماهير بصراحه يعني بص الاعداد مش عايز اقول لكم والله العظيم على التيكت دي ضرب نار ان شاء الله صاحبها يجي ياخدها والاخراج كمان. يعني يا دكتور وليد شايف المباراه ازاي؟ والآن ولا خايف ولا متفائل ولا واثق؟ قول لي. يعني خلينا نقول ان الانطباع العام اللي احنا كلنا عايشينه ان احنا واثقين في النادي الاهلي. حلو. والثقه في النادي الاهلي مش ثقه مجرده وخلاص، يعني مش هي فكره انك واثق في فريقك علشان انت كان بطل مصر او علشان كسب المباراه اللي فاتت او علشان انت بتحبه او علشان في نجوم. هو الثقه في النادي الاهلي بتاتي من شخصيه النادي الاهلي اللي دايما عند البطولات او المباريات الحاسمه بيكون موجود. يعني اختصارا انا واثق ان النادي الاهلي هيقدم مباراه كويسه قبل طبعا ما نتكلم في التفاصيل وان شاء الله هيكسب. طيب حلو. برضو واثق ولا الان ولا خايف؟ لا واثق جدا ان فوز النادي الاهلي. يمكن النادي الاهلي بيتسلح بدفع معنويه كبيره بعد الفوز على النجم في الماتش الماضي، فاعتقد ان النادي الاهلي هيقدم مباراه كبيره وهيسعد الجماهير. يا رب يا رب. ايه تاني نتكلم بقى بالتفصيل؟ انت قلت لي انا متفائل. كمان الاستاذ محمد قال انا متفائل. عايز اعرف سر تفاؤلك اسف، وكمان ايه اللي انت خايف منه؟ يعني اسباب التفاؤل زي ما قلت لك هي مش تفاؤل مطلق بدون اسباب، في اسباب منطقيه جدا لحاله التفاؤل اللي عايشاها جماهير النادي الاهلي والنقاد الرياضيين وكل افراد المنظومه في مصر. اولا النادي الاهلي حالته الفنيه حاليا رائعه. خاتم السيمي فاينال بتاع دوري ابطال افريقيا قدام النجم الساحلي بمستوى هايل جدا على مستوى اداء اللاعبين وعلى مستوى اداره المباراه من كابتن حسام البدري. حلو. اللي انا حلو. بعتبر ان المباراه دي لازم تتحط كده في ارشيف كابتن حسام البدري، لازم يحط السي دي بتاع المباراه ده حاجه كده يعتز بيها طول عمره لانه عمل فيها كوره الحقيقه بالنسبه لي كوره مذهله. الشيء الثاني اللي احنا لازم نتفائل علشانه قبل المباراه اللي هي شخصيه النادي الاهلي اللي بتظهر في المباريات المهمه او في مباريات البطوله. يعني لو رجعنا تاريخ دوري ابطال افريقيا مع الاهلي او تاريخ النهائيات نلاقي ان الاهلي خد 8 بطولات من اصل 10 نهائيات لعبه، يعني عنده نسبه نجاح 80%. حلو. انا اعتقد نسبه النجاح ال 80% دي مش موجوده يعني لما نادي يخوض 10 نهائيات. ما طبعا في ممكن نادي يلعب نهائي يكسبه فده يبقى 100%. انا بتكلم عن الاستمراريه في التاهل. لو نادي خاض مثلا من 10 نهائيات اكتر شويه اقل شويه نسبه النجاح دي اعتقد صعب جدا اي نادي يوصل لها. يمكن ريال مدريد بس في بطولات اوروبا بالزبط. ممكن يكون اقترب بالزبط. من هذه النسبه بالزبط. لكن لو جيت تبحث في البطولات القاريه في العالم كله ما تلاقيش نسبه النجاح دي بالزبط. نسبه النجاح دي بتساوي شخصيه فريق وشخصيه نادي، شخصيه البطل النادر كمان بالظبط. ان هو وقت الحسم بيكون موجود بالزبط. والثمان بطولات انا متاكد لو رجعنا ولو رجعنا بالذاكره ممكن يكون في الثمان نهائيات اللي الاهلي كسبهم ما كانش النادي الاهلي الافضل فنيا في الوقت ده، ممكن كان يبقى عنده مشاكل فنيه في بعض المراكز، ممكن يكون عنده ازمات في يعني مثلا البطوله اللي النادي الاهلي خدها 2001 خدها بعد او في الحاله اللي كان فيها مرض ووفاه الكابتن العظيم طبعا صالح سليم بالزبط. كان حاله مرض في الاول وبعدين توفاه الله في اول 2002 فكان هو حتى بعيد فكان في ازمات في النادي كان في حاله احلال وتجديد. انا بس بفتكر كده البطوله اللي جت على بالي كان لسه مانويل جوزيه مدرب جديد وكان في شباب كان جيل جديد بيصنعه النادي الاهلي بالزبط. كان كلهم مجموعه شباب لو افتكرنا الاسماء وكسبوا دوري ابطال افريقيا بالزبط. عن جدار. فلو رجعنا بعض النهائيات مباراه الصفاقسي التونسي 2006 والتعادل في مصر والصعوبه الكبيره وحاله الصفاقسي وقتها كان فريق
رائع جدا بالزبط. وانك تخرج علشان تكسب في رادس وسط الالاف فده كان صعب جدا، لكن النادي الاهلي قدر يحسمها. ماتش الترجي طبعا ولو قعدنا نعد هنلاقي مواقف صعبه كتير الاهلي تعامل معاها لان دي مباراه بطوله. اذا شخصيه النادي الاهلي مع الحاله الفنيه سواء للاعبين او للجهاز الفني مع حاله التفاؤل كمان او حاله الاستقرار اللي بيعيشها النادي الاهلي مع جهاز فني بقاله فتره، حسم بطوله الدوري، حسم بطوله الكاس، كل الاجواء زائد بقى الناحيه الفنيه وناحيه قدرات اللاعبين اللي ممكن نتكلم عنها بتفصيل اكتر. حلو حلو. يعني انت وليد جريني للسؤال كده حلو قوي، يعني انا مش محضر له بصراحه. سؤال، هل هناك فرق بين شخصيه الكيان او شخصيه النادي وشخصيه الفريق وشخصيه المدرب وشخصيه اللاعب؟ بص يا كابتن ميدو، هو طبعا كل حاجه ليها مدلول معين. انا اتفق في البدايه طبعا اسالك على طبعا انت متفائل ليه ومتخوف ليه، بس ده يعني سؤال حلو قوي يعني، او هو اداني سؤال عايزين نعرفه. يعني ايه شخصيه كيان؟ شخصيه الكيان النادي الاهلي يمكن بنشوفه بيظهر في معدنه وروح الفنانه الحمراء بتظهر في اللقاءات الصعبه. يمكن حضرتك كنت لاعب في النادي الاهلي وعارف ده. الماتشات الكبيره للنادي الاهلي بيبقى ليها استعدادات خاصه، بيبقى ليها غرف مغلقه، بيبقى ليها حتى من الجهاز الفني ذات نفسه بيقدر ان هو يوظف اللاعبين، يخلي كل تركيزهم في المباراه عشان يقدر ان هو يحقق هدفه الفوز في المباراه. كنت عايز اضيف لحضرتك، انا متفائل ليه؟ يمكن الاهلي اتقابل مع الوداد 7 مرات. تاريخيا الاهلي زي ما بيقولوا كده كعبه عالي على الوداد. الوداد ما قدرش يكسبه غير مره واحده، الاهلي حقق الفوز في 3 مواجهات والتعادل حسم 3 مواجهات بينهم. تمام. مش الوداد بس، يمكن الفرق المغربيه كمان الاهلي كعبه عالي عليها. اتقابل مع 19 فريق مغربي، يمكن حقق 7 انتصارات و7 تعادلات، الهزيمه كانت في 5 مواجهات بس. بخلاف ذلك ان عندنا ماتش النجم كان طبعا هيدي النادي الاهلي دفعه قويه جدا لمباراه الوداد غدا، بالاضافه الى 50,000 متفرج طبعا هيكون ليهم عامل كبير جدا أكيد. في تحفيز النادي الاهلي اكيد. يعني انا عايز اقول لكم يا جماعه على يعني موقف الاستاذ محمد قال لي، انت عارف انت كنت لاعب في النادي الاهلي وعارف يعني ايه بقى مباريات مهمه. والله يعني انا اول ما رحت النادي الاهلي رحت طبعا مخضوض على نهائي السوبر الافريقي، كان بيننا وبين اللي كان في اثيوبيا كان النجم 2007 وكسبناه بضربات الجزاء. احنا كنا في امبي لما بنبقى مثلا بنلعب مباراه مثلا قويه مع الاهلي او الزمالك كنا بنقعد معسكر ومجتمعات ومش عارف ايه، ولازم يا جماعه نشد ولازم ولازم ولازم. لما رحت الاهلي رايحين نلعب سوبر افريقيا، فاستنى مثلا اجتماع، استنى حاجه، استنى مثلا مستر مانو مثلا يقعد مع اللعيبه. فطبعا كان المدرب العام الكابتن حسام، فانا يا كابتن حسام هو ايه يعني انا مش شايف؟ قال لي لا احنا رايحين نلعب بطوله، احنا رايحين ناخد بطوله. قلت له خلاص كده، قال لي هو دي شخصيه الاهلي. ده الكلام ده فعلا حصل يعني زي ما بقول لكم بالظبط الكلام كده. انا مستغرب مش قاعدين يعني، انت بص انت ممكن تكون بقى احنا قاعدين وبتاع، لا هو اللعيبه كل واحد عارف هو بيعمل ايه، النادي كله تحس في بطوله يعني خلاص احنا النادي كله من اول ما تدخل البوابه تحس ان كل واحد ماشي لا في بطوله احنا هناخدها. يمكن ده اللي بيميز النادي الاهلي عن الانديه الثانيه. مفيش كلام، مفيش اجتماعات، لكن في شخصيه كيان اللي انت اتكلمت فيها وانت وضحتها. في شخصيه كيان، بقول لك العمال ماشيين كل واحد ماشي تحس ان نبره الصوت عارف في حاجه هتحصل. في مباراه جامده جدا لكن مفيش اجتماعات، مفيش حاجه. ده اللي انا فوجئت بيها. كابتن حسام قال لي احنا رايحين ناخد بطوله بس كده. شوف يا كابتن. فدي فعلا شخصيه الكيان. يعني احنا خلينا نرجع لتاريخ تاسيس النادي الاهلي برضو عشان بس نركز في الموضوع ده. النادي الاهلي اسس 1907. كان قبليه ناديين، يمكن السكه الحديد والترام، وبعدين نادي الزمالك، ثم بقيه الانديه بقى اسماعيلي يعني بقيه الانديه. تمام. هل حد كان في مصر في سنه 1907 كان يقدر يشاور على النادي الاهلي يقول ان النادي الاهلي ده هيبقى المسيطر على بطولات مصر المحليه والبطولات الافريقيه وهيكون عنده هذه الشخصيه؟ مؤكد لا. يعني هو نادي بيؤسس حديثا. فكره الكيان ده بيجي بشكل تراكمي. ما كانش حد يقدر ساعتها يحدد ان النادي الاهلي هو يكون النادي رقم واحد في مصر. ليه النادي الاهلي بقى واحد في مصر وفي افريقيا طبعا؟ اولا فكره تاسيس النادي الاهلي طبعا فكره تاسيس النادي الاهلي نفسها كانت قايمه على فكره تجمعيه او فكره تحميسيه اللي هي فكره الوطنيه، انه النادي الوطني اللي بيجمع شباب الوطن ضد الانديه اللي كان فيها اجانب و ففكره التاسيس نفسها كان فيها الروح.
فيها روح النادي الاهلي او الروح الانتصاريه اللي هي فكره الوطنيه. وانت فاكر طبعا ساعتها في بدايه القرن يعني كان في استعمار وبعدها ثوره 19 بعدها بكام سنه يعني كان في رواج سياسي في مصر وكان في حاله عامه من الوطنيه كانت عند الجميع. ففكره ان الشعب ده شاف كتير قوي. طبعا طبعا لا احنا تاريخنا كبير ومحتاجين نقراه. حصل فيه يعني لو اي شعب تاني حصل فيه نفس اللي حصل في الشعب المصري ده كان زماننا بلد، بس ربنا حميها. لازم قراءات مختلفه في التاريخ. عايزين مؤرخين يقروا تاريخنا بشكل تاريخنا، مش بس طبعا السياسي، تاريخنا الرياضي والاجتماعي وكل شيء، تاريخ عموما. طبعا ارجع تاني للنقطه دي ان فكره النادي، ما احنا بنفسر او عايزين نوضح ليه النادي الاهلي هو بطل، ليه نادي بطل جدا. فالفكره دي اللي جمعت او كانت هي عنوان النادي الاهلي من تاسيسه. فاذا كان في كيان، كان في طريق الناس بتمشي عليه، ده نادي الوطنيه او النادي المصري. فاذا الروح اللعيبه اللي كانت فيه كانت، عشان كده لما مثلا الاهلي خد اول بطوله كاس مصر يمكن في العشرينات كسبها، الروح الوطنيه او ما بداش سوري اول بطوله دوري كسبها، كان بادئ بدايه منافسته في البطولات اول بطوله دوري كبيره كسبها 1948 يمكن. فمن هنا جت بقى المسيره اللي هو احنا عندنا نادي لازم ندعمه. فدايما كانت الرؤيه انه يشوف المميزين في كل مكان في مصر علشان يجمعهم كيان النادي الوطني ده. فجمع المميزين، فبدات البطولات تبقى بطوله بعد بطوله بطوله، انجاز بعد انجاز. بدا يظهر شخصيات كبيره في تاريخ النادي الاهلي زي طبعا رحمه الله عليه مختار التتش، وبدا يحط قواعد معينه او اسس معينه. وده من برضه من ما هو التاريخ بينصف المجتهد. فلما يكون عندك انت كيان بالشكل ده لازم يبقى هبه من ربنا يهب شخصيه بالشكل ده. بالزبط. في بداياته كابتن مختار تحافظ على الاسس دي برضه طبعا الموضوع. انه حط قواعد الناس مشيت عليها. فبدا الناس يبقى عندهم سياسه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي مبادئ النادي الاهلي او كيان النادي الاهلي او شخصيه النادي الاهلي. بدا يقول لهم لا احنا بنلبس الفانيلا يبقى لازم ندافع عن احنا مش عارف عندنا في اسس اداريه، رسم اسس اداريه واسس فنيه لكل شيء. جه طبعا كمل بعديه طبعا في شخصيات كبيره مرت على رئاسه النادي الاهلي، لكن انا بتكلم كده يعني سبوتس على الابرز. طبعا جه بعديه كابتن بفتره كابتن صالح سليم، كان مشي على نفس السياسه ونفس الشكل. ثم طبعا لحد دلوقتي الجميع داخل منظومه النادي الاهلي ملتزم بده في اطار في خطوط حمراء ما حدش يقدر طبعا عنها. فطبيعي انت حطيت الطوبه وبنيت عليها طوبه بعد طوبه. فده كون في الاخر الكيان الكبير. هي مش فكره عراقه، مش فكره النادي الاهلي من اقدم الانديه المصريه، هي فكره تاريخ اتبنى بناس ضحت. انت كنت لسه بتتكلم عن تضحيات كل حد لبس فانيله النادي الاهلي، لا في ناس ضحت في النادي الاهلي من زمان، من 110 سنه. بقول كل اللي استظل بهذا الشعار كله طبعا كل الاحترام طبعا. ف 110 سنه كان فيها تضحيات وكان فيها ناس بتشتغل عشان كيان النادي او بالزبط. علشان فانيلته. فطبيعي انك بتتكلم النهارده ان النادي الاهلي هو نادي القرن في افريقيا وبيخوض النهائي عشان يبقى عنده 9 بطولات بعيدا عن اي حد، ان كل الناس واثقه ان النادي الاهلي هو المرشح. كل ده مش وليد اللحظه، كل ده وليد 110 سنه من تاريخ مشرف للنادي الاهلي. حلو قوي، كلام محترم جدا وكلام في الجول. يعني برضو هزود على كلام وليد ان النادي الاهلي كل حاجه شكله يا جماعه، لو انتوا تاخدوا بالكم كده كل حاجه شكله. احنا مش بنقول كده عشان احنا في النادي الاهلي، لكن دي حقيقه وحقيقه ملموسه وحقيقه موثقه كمان. كل حاجه شكله، تلاقي الكيان هو النادي الاهلي، شكل النادي الاهلي، تلاقي الاعضاء شكل النادي الاهلي، تلاقي الادارات شكل النادي الاهلي، تلاقي اللعيبه شكل النادي الاهلي، تلاقي الجمهور هو شكل النادي الاهلي برضه. يعني سبحان الله، هو جيل بيسلم جيل برضه كابتن ميدو. يمكن لما بنلاقي مثلا حضرتك كنت لعيب في انبي وبعد كده جيت الاهلي، الوضع بيختلف، تفكير حضرتك ذات نفسه بيختلف. الوضع مختلف تماما. يعني اتفق معاك جدا. هو كمان الاهلي في اختياراته كمان انت عارف، كمان كان مانويل جوزيه وكان كابتن حسام بدري كمان، يعني اختياراته بتبقى لا انت جايب حد عنده نزعه البطوله، عنده الثقه، عنده بقول لك بتجيب اللي شكل النادي الاهلي. هو بيمشي في المنظومه. بالزبط. يعني اللعيب اللي بيجي بيمشي في منظومه النادي الاهلي. بالظبط بالظبط. يعني نرجع للاهلي والوداد يا استاذ محمد، قول لي، انت قلت لي اللي مطمنك او الثقه اللي انت واخدها، قول لي اللي مخوفك بقى. اللي مخوفني ان احنا نحقق نتيجه مش كبيره. لان الوداد بيبقى طب ليه ما هقول لحضرتك ليه. الوداد بره ملعبه
بيبقى ضعيف. يمكن في الماتشات الاخيره ما كسبش تقريبا غير القطن، والقطن فريق ضعيف ما خدش ولا نقطه من البطوله، لكن الوداد على ملعبه بيبقى فريق مرعب شرس. مرعب. يمكن نتذكر الموسم اللي فات الزمالك كسب هنا 4، راح الزمالك هناك الوداد كسب 5-2 بالظبط. فاحنا محتاجين ان احنا بكره نحقق نتيجه كبيره تطمنا في ماتش الاياب، لان ماتش الاياب بالتاكيد مش هيكون سهل، خصوصا ان احنا عندنا لعيبه في النادي الاهلي مهدده انها ما تشاركش في ماتش الاياب. وهم برضه عندهم نفس الكلام. عندهم حوالي هم 5 لعيبه تقريبا، محمد ونجم وعبد اللطيف نصير واسماعيل حداد، لعيبه كمان يعني. لعيبه تقال طبعا. لعيبه تقال، يعني اي انذار تاني للاعب من اللعيبه دي يفرق كتير قوي. وده يمكن يكون في صالحنا شويه، ان هم اللعيبه هتبقى متحفظه بعض الشيء، ان اللعيب ياخد انذار في التحام قوي، عشان طبعا ماتش الحسم هيبقى في الاياب. تفتكر الكابتن حسام بدري ممكن يركز على حاجه زي دي؟ يعني ممكن مثلا يرمي لعيب مهاري مثلا على حد عنده انذار، حد مهم جدا، بحيث ان هو يلبسه بمعنى باللغه العاميه كده انذار تاني؟ بص تفتكر هو ممكن وارد. يفكر في الحته دي وارد، بس مش هيبقى تفكيره، يعني مش هيبقى الشغل الشاغل بالنسبه له. لا مش شغل شاغل يعني. ممكن يعني ممكن تروح مش عارف في ثانيه كده تكون النتيجه تفرق. كمان كلامك ده يفرق كتير قوي لو الاهلي عمل اكتر من هدف او احرز اكتر من هدف، وبداوا لعيبه الاهلي يعني يا رب يتلاعبوا بالكره شويه، فاكيد هتجيب انذارات. اكيد طبعا. النادي الاهلي محتاج ان هو يحرز هدف مبكر كده زي ماتش النجم، عشان يقدر ان هو يسيطر على المباراه ويستحوذ على عدد التمريرات في وسط الملعب، ويقدر يوظف لعيبته بشكل اكبر. تمام. يعني التوفيق كان السمه الغالبه للمباراه اللي فاتت، مع التركيز، مع القوه، مع استغلال الفرص، انصاف الفرص، التالق كان يوم اللعيبه. الحظ دايما بيدي المجتهد. احنا زي ما اتكلمنا في بدايه الفقره، قلنا ان لعيبه الاهلي كانوا مميزين على ساعات الحظ بيعاند المجتهد طبعًا. بس بنسب قليله قوي طبعا. ما هو هي فكره التوفيق هو القدر. قدر ربنا. هو ربنا لما بيقدر شيء لازم بيحط له اسبابه. حلو. ومن ضمن اسبابه دي التوفيق. يعني ما فيش حاجه كده بتحصل بالصدفه، يعني ما فيش حد هيفضل عنده حظ انه يجيب اجوان وبعدين هيخسر، اكيد لا. ففكره انه يغيب عنه التوفيق هو بينتهي في الاخر الى القدر اللي قدره ربنا. فاذا ده شيء قدري احنا لازم نخرج عنه. حل. ايه اللي مطلوب من الناس؟ ان هم يجتهدوا. النادي الاهلي اجتهد في المباراه اللي فاتت، اجتهد فنيا في رسم التكتيك او الشكل اللي هيلعب بيه، اجتهد. اللعيبه كانت كلها مركزه جدا جدا جدا. فكره ان كنا بنتكلم وكابتن حسام وحضرتك اتكلمت عن وليد ازارو، كان واضح انه شيء كان في المباراه بمنظور مختلف. يعني احنا كنا بنتكلم عن بعض الضغوط، لا هو واضح ان هو قدر يتعامل او قدر يحضر يهيئ نفسه نفسيا بشكل كويس للمباراه، فده اجتهاد لازم نحييه. فكره ان هو يكون مركز قوي، فده تعب اشتغل على نفسه. لما انت اجتهدت كلعيبه وكجهاز فني والجماهير حضرت وعملت اللي عليها، في الاخر ربنا كان التوفيق موجود، جبت هدف مبكر، الفرقه تفككت، ربنا وفقك انك في كل هجمه كنت مركز فقدرت تعمل اجوان في وقت مبكر، خرجت بنتيجه كبيره في الشوط الاول وكملت على ده في الشوط الثاني. فدي طبعا التفاصيل اللي احنا بنتكلم عليها اللي ممكن تحصل. انا بالنسبه للمباراه الجايه الحقيقه انا مقلق جدا 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 من فكره ان رقم 6 يبقى قدام الجماهير واللعيبه. وده السؤال اللي كنت هساله لك، بس ماشي. ليه؟ اولا انا عن نفسي اول حاجه ممكن تطمني قبل مباراه الاياب ان شباك الاهلي تكون نظيفه. دي اول حاجه، اول هدف زي ما قلت لك حاجه لازم. لازم يا رب يا رب. في حصار النتيجه الكبيره ده بيعمل توتر وبيعمل قلق، وانك انت متوقع ان انت كسبان هنا 5 وداخل فيه الجون هناك، وكنت مقلق يعني كسبان 5 بالظبط، ومقلق برضو يا رب ما يجيبوا جون بقى ثالث ويجيبوا ندخل بالظبط الجون. لا الجون بيفرق طبعا طبعا. فكره يعني ارهاب النتيجه او الارهاب الفكري اللي ممكن يجي اللعيبه انه لازم يجيب جوان كتير والجماهير لازم تجيب جوان، لازم نخرج ب3 والكلام ده انا شايفه مش صحيح. النادي الاهلي معاك. انا يعني لو قريت الموضوع فنيا انا شايف الاهلي لو خرج 1-0 من مصر هيكسب. اتفق معاك جدا جدا. وانا كان الكلام ده قلناه يا جماعه لو تفتكروا من مباراه اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم، مباراه بيدفست الجنوب افريقي، لما الاهلي كسب 1-0 وانا قلت نتيجه كويسه يا جماعه، والكره اختلفت. مش عايز اقول لك الناس هجمتني ازاي، الناس وكمان اعلاميين كمان، ازاي انت تقول كده 1-0؟ ايوه هي 1-0 يعني بقت نتيجه كويسه جدا في ظل العوامل والتغيرات اللي احنا فيها، لكن ان شاء الله الاهلي هيكسب ان شاء الله. تمام. اكتر من واحد يا رب. فخرجوا نفسكم بره ده، يعني بكلم طبعا الجماهير اللي هتكون حاضره المباراه اللي ممكن واللعيبه، وبكلم اللعيبه لازم يخرج نفسه من هذا الاطار، انه يلعب بس، انه يلعب فقط، ينفذ اللي اتقال له، يجتهد
في المباراه في الاخر. فكره عدد الاهداف ده شيء بيجي نتيجه للي انت هتعمله، لكن ما تخلوش هو رقم واحد قدام عيني. اكيد. فطبعا النادي الاهلي قادر ان هو يحقق مكسب مريح، لان هو عنده كل اسباب تحقيق المكسب ده. الاسباب الفنيه لو هنتكلم كوره بقى، لا الاهلي فنيا على ارض الملعب يتفوق على الوداد. هنتكلم فنيا طبعا. هنتكلم فنيا. اروح بس للاستاذ محمد، يعني برضو اعرف ايه نقاط الضعف المؤثره قوي في فريق الوداد اللي ممكن يلعب عليها كابتن حسام بدري؟ يمكن عندنا حارس المرمى بتاع الوداد زهير العروبي. ده بيمثل نقطه ضعف كبيره جدا للفريق، لان هو ما بيعرفش يتعامل مع العرضيات التسديدات القويه، ودي ظهرت في اكثر من مباراه سواء في الدوري. ما بيعرفش ولا هل هو كان غير موفق؟ غير موفق بس هو دي نقطه ضعف. يمكن يعني تفتكر حارس مرمى لفريق كبير زي الوداد المغربي ما يعرفش يتعامل مع عرضيات، ولا هو كان مثلا، يعني احنا شفنا شريف مثلا وقعت منه الكوره جت جون، اللي ما يعرفش شريف يقول لك ايه ده، هو ده ازاي جون الاهلي، لكن اللي يعرف شريف يقول لك لا ده دي كانت غفوه. بس احنا بنتكلم تقييمه في المباريات الاخيره، يعني المباريات بالزبط الاخيره بالزبط في البطوله دي هو كانت نقطه ضعفه في الحته دي. لو كابتن حسام قدر ان هو يلعب عليها، وخصوصا خط الظهر بتاع فريق الوداد يعتبر اكبر نقطه ضعف فيه. يمكن عندنا يوسف رابح ده الظهير الايسر ليه بيمثل نقطه ضعف كبيره، لعيب بطيء ما بيعرفش يتحرك كويس. وعندهم غياب امين عطوشي، ده يمكن مهم قوي، اهم لعيب عندهم. يمكن المدير الفني بتاع الوداد حسين عموته لسه بيفكر لحد دلوقتي، ما قدرش يوصل لحل جذري في ان هو يعوض بديل لحسين ازاي. طب طالما قلت بقى حسين عموته، تعالى نطلع نشوف هو قال ايه في المؤتمر الصحفي. اهلا بحضراتكم من جديد. يعني شفنا كل الاراء، ويعني ابرز ما قاله المدير الفني الوداد حسين عموته، قال اتمنى ان الوداد يقدم كره تليق بسمعه الكره المغربيه. طبعا حقك، يعني فكره ان برج العرب ملعب برج العرب نحس على الوداد دي من الخرافات، انا بتفق معاك برضو. لا نضع حسابات حول اللاعبين المهددين بالغياب عن مباراه الاياب بسبب الانذار الثاني، كلام منطقي جدا. بعد المواجهه الاولى في دور المجموعات تمنيت مقابله النادي الاهلي، واتمنى ان المباراه تكون او تليق بسمعه الفريقين الكبيرين وسمعه الكره المصريه والكره المغربيه. برضو كلام محترم. لا اؤمن بالسحر. حلو الكلام ده فعلا. يعني لو في سحر كانت الفرق الافريقيه خدت البطولات، ولو في سحر كان يعني الناس اللي هي بقى عندها الصحراء والمشعوذين دول كتير جدا في افريقيا كانت خدت البطولات. فطبعا الكلام ده من الخزعبلات. قال عطوش من ركائز الوداد، لكن الفريق اعتمد على اللعب الجماعي. كلامه على فكره منطقي جدا، وانا بقول لكم المدير الفني ده يعني لازم ناخد بالنا كويس قوي من كلامه، لان في كلامه تحذيرات كتير جدا. جماهير الاهلي كبيره، لكن الجماهير لا تحرك الكره داخل الملعب، اللاعبون يفعلون ذلك. لا، الجماهير بتحرك الكره داخل الملعب، والجماهير بتحرك كل حاجه جوه الملعب وبره الملعب. دي النقطه الوحيده اللي بختلف معاه فيها. ايه رايك؟ انا شايف تصريحاته ان هو قلقان برضه، يعني هو قلقان من الماتش، قلقان من النادي الاهلي، قلقان من الجماهير. كل تصريحاته نبره صوته فيها قلق، فيها خوف. هيلعب قدام النادي الاهلي وسط جماهيره، النادي الاهلي كسبان الماتش اللي فات 6، هو بيلعب بره ملعبه مش كويس بره ملعبه. كلها معطيات لازم تخليها قلقان وخايف. وهيلعب النادي الاهلي نادي كبير، يمكن الوداد اخر مره وصل للنهائي 2011 بخلاف النادي الاهلي 2013 واخد البطوله. فالموضوع اعتقد ان هو بالنسبه له مقلق جدا، ان النادي الاهلي نادي كبير. يعني انت شايف ان كلامه فيه قلق؟ شايف نبره صوته فيها قلق، فيها خوف. يعني حتى في رده على اسئله الزملاء الصحفيين ما بيحاولش يتكلم كتير، يعني ما عندوش، يعني هو مش عايز يتكلم، مش عايز يحرق نفسه، فخايف، خايف جدا كمان. تمام. طيب قبل ما اروح للاستاذ وليد نكمل بقى بقيه التيكت يا جماعه. اخر 2 تيكت اهو، لو عديت التيكت هتلاقيهم 11 تذكره. الحمد لله ان احنا يعني قدرنا نجمع الناس اللي كسبوا. يلا اتفضلوا، تعالوا. ياسين مصطفى ومحمد ابو زيد دول اخر 2 كسبوا معانا. محمد مش كده؟ محمد اتفضل يا نجم. تشجع تشجيع من النار بكره، ماشي، اشحن البطاريات بتاعتك وتشجع تشجيع من النار. يلا شكرا. ياسين الحمد لله على السلامة. انت جاي منين؟ من المنيا. وياسين جاي من المنيا. ومحمد انت جاي منين يا محمد؟ من
من محله يعني، من محله والمنيا يا جماعه بصراحه جمهور يعني، يعني شكرا شكرا على حضراتكم ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله يفرحكم بكره، ده اقل حاجه ممكن نعملها لكم. مع السلامه، مع الف سلامه. يعني حاجه جميله جدا. تيكت يعني، الناس جايه له من المنيا والناس جايه له من محله وكان من اسكندريه جايه ناس. يعني بصراحه ربنا يخليكم للنادي الاهلي، وان شاء الله دايما النادي الاهلي يفرحكم. يعني عشان الجماهير دي يا كابتن، يعني كره القدم صنعوها. الشاب الصغير اللي جاي من المنيا يشوف كام ساعه سفر، وبعدين كمان انك تيجي من المنيا لازم يعني المواصلات مش سهله، وانك توصل لهنا، وبعدين مش بس على قد كده، ده ممكن يرجع المنيا تاني عشان يروح يلحق الصبح او يرجع يطلع من هنا على برج العرب. هيعمل كده، تخيل هو جاي له ايه غير من ده. النادي الاهلي يستاهل يعني، طبعا هو مش النادي الاهلي يستاهل كده، يستاهل وجماهيره تستاهل اي حاجه ممكن تعملها عشان اكيد بصراحه. لان هي الجماهير زي ما انت بتقول يا وليد مالهاش اي مصلحه خالص غير انها تقول اهلي اهلي ويفرحوا لما الاهلي يكسب. هو في شغف ان هو قاعد في المدرج بيشجع النادي الاهلي، ويكفي ان النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي تعمل اللي عليها وتبذل قصارى جهدها، وفي الاخر هو متاكد ان مهما كانت النتيجه ان شاء الله تكون في صالح النادي الاهلي، هو هيكون راضي لما اللعيبه هتادي اللي عليها. اكيد ان شاء الله النادي الاهلي يفرحكم بكره كلكم باذن الله. الناس اللي جت خدت تيكت، والناس اللي في برج العرب، والناس اللي رايحه بكره، والناس اللي مش عارفه تروح، والناس اللي تتفرج يعني في التلفزيون. طيب قول لي انت شايف تصريحات حسين عموته ازاي قبل ما تقولي رايك فيه هو فنيا؟ يعني مش هختلف مع محمد، هو طبعا في حاله قلق كبيره، مش عنده بس، عند كل الجرايد والاعلام المغربي والمواقع المغربيه اللي احنا حتى السوشيال ميديا لما دخلت على تويتر وفيسبوك عند الجماهير الوداد والجماهير المغربيه، الحقيقه في حاله قلق، وهم بيحاولوا يعني يتغلبوا على حاله القلق دي، لكن هي واضحه في كل سواء الاخبار او التصريحات او الشكل التغطيه. لكن في الاخر هو طلع بتصريحات متزنه الحقيقه. يعني كل الكلام اللي قاله انا متفق معاه في معظمه طبعا، تصريحات متزنه جدا، ما يعني ما خدش دور انه يعمل حرب نفسيه، وما خدش دور انه يطلع تصريحات قويه، هو واضح جدا انه متزن جدا، حتى باين على شخصيته. فمدرب زي كده اكيد هو هيحاول ينقل حاله الهدوء دي للاعبيه، لكن طبعا حاله النادي الاهلي هي اللي هتفرق في بدايه المباراه. اكيد انت شايفه بقى ازاي؟ هو مدرب الحقيقه كان في فتره من الفترات وقريب مش بعيد كان تعرض لهجوم كبير جدا من جماهير الوداد ومن الاعلام المغربي، يعني كان في انتقادات كبيره الحقيقه بتوجه ليه، لكن هو زي ما قلت لك هو شخصيه متزنه، يعني قدر، حتى كان في مش بس انتقادات بتوجه لعموت، حتى داخل نادي الوداد نفسه كان في شويه قلاقل كده، كان في شويه مشاكل، وكان في اخبار ان اللعيبه هتعمل اضراب عشان المستحقات، كان في حاله قلق كبيره. نتائج حسين عموته مع الوداد هي اللي رجعت تاني حاله الهدوء للنادي. يعني تخيل ده كان سبب ان في حاله هدوء تبقى في نادي الوداد اللي كان ممكن يحصل فيه مشاكل او ازمات اداريه كبيره. فهو طبعا يعني باستثناء مباراه الاهلي اللي فاز فيها في مباراه في دوري المجموعات، دي كانت يمكن من احسن مباريات اللي لعبوها على مدار مشوارهم في دوري ابطال افريقيا، ما كانوش لسه، وده كان سبب الهجوم او الانتقادات اللي كانت بتوجهها، ما كانوش لسه وصلوا للشكل اللي يرضي الجماهير. لكن الحقيقه هو واضح انه بيعرف يتعامل جيدا مع مباريات النوك اوت، انه بيطلع بره بيحاول يقفل ملعبه، لكن حتى اذا استقبل ما بيستقبلش اكتر من هدف، بيرجع عنده حاله جماهير الالترس بتاعه الوداد، جماهير متحمسه جدا جدا، اجواء ملعب محمد الخامس اجواء صعبه جدا، هو بيعتمد على ده، سائد طبعا تكتيكه وتنظيمه في الملعب والمهارات اللي عنده برضو اللي هنتكلم فيها، فبيعرف يوصل لده. الحظ خدمه في ركلات الترجيح في بعض المباريات، حتى لقاء اتحاد العاصمه اللي كان في السيمي فاينال، الحقيقه كان في ضغط من اتحاد العاصمه في المباراه الاولى في الجزائر، لكن ما كانش عندهم الفيرود اللي يخلص، فطلع المباراه 0-0. في العوده نفس الشيء، لما اطرد منهم لاعب كان في ضغط كبير جدا 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 من نادي اتحاد العاصمه، وكان في فرص ضاعت من اتحاد العاصمه، لكن الهداف كان غايب. فطبعا هم استغلوا هجمه مرتده وبعض المهارات وقدروا يجيبوا الثالث، الهدف الثالث، فخرجوا فايزين. هو متزن زي ما قلنا، ده العنوان اللي ممكن نقدر نقوله عليه، هيحاول يلعب بشكل دفاعي يخرج باقل الخسائر من مصر انتظارا لمواجهه الاياب. مقلق ما بالنسبه يعني كمقارنه؟ لا مش مقلق. لا تمام. قول لي بقى اسلحه الاهلي اللي انت شايفها. لا كتير او كتير، يمكن عبد الله السعيد رجع بعد اصابه، اعتقد استريح شويه هيرجع فايق. عندنا جونيور اجاي عامل ماتشات رائعه الفتره الاخيره. وليد ازارو جايب هاتريك وبعد غياب بيرد على الجماهير. فكتير الاهلي عنده كتير، نص ملعب قدر يكسب، محمد فتحي قدر كمان يكسب رامي ربيعه في الماتش اللي فات في نص الملعب. رامي ربيعه يعني هيستمر في نص الملعب، ولا احمد فتحي هتكون نص الملعب؟
ولا احمد فتحي بقى باك رايت ويضحي بهاني؟ هيضحي بمين الكابتن حسن؟ انا وجهه نظري الشخصيه ان هو يستمر بربيعه في نص الملعب واحمد فتحي ظهير ايمن. دي وجهه نظرك؟ اه. ليه؟ دماغ الكابتن حسام. دماغ الكابتن حسام هيلعب باحمد فتحي نص ملعب وهيلعب محمد هاني باك يمين. ده اللي ممكن يعمله الكابتن حسام. بس انا وجهه نظري ان هو الوداد عنده اثنين جناحين، اسماعيل حداد واسمه ايه ده؟ محمد أونجم. اثنين سرعه جدا جدا، فلو المساحات خلف النادي الاهلي كبيره هيشكلوا خطوره كبيره جدا على النادي الاهلي، ويقدروا يعدوا، بيعملوا عرضيات، عندهم مهاره، بيجي يكمل من تحتهم. وليل الكارتي لعيب وسط بلاي ميكر، يعني بيعرف لعيب بصير، بيعرف يحرك الملعب. انت قصدك ان الاطراف عند الوداد قويه جدا، جدا. اللي هو هي دي نقطه قوته. حداد ومحمد أونجم. محمد أونجم يعني دي عايز تدي احمد فتحي ناحيه اليمين بالظبط. هل هي قله ثقه في محمد هاني ولا زياده ثقه في احمد فتحي؟ لا، فتحي خبره، يعني فتحي خبره. امتى محمد هاني يقول عليه خبره؟ لسه يعني لما يكتسب ماتشات تاني ويلعب ماتشات اكتر، فتحي هيقدر يتعامل معاه. محمد هاني عنده انذار، لو خد انذار الماتش مش هيلعب الماتش الجاي. احمد فتحي راجع من ايقاف، كان مريح الماتش بتاع النجم. فاعتقد احمد فتحي هو الخيار الافضل للنادي الاهلي في الجانب الايمن عشان يقدر يوقف خطوره الجناحات، خاصه ان الجناحات عندهم كابتن ميدو ما بيثبتوش في حته واحده، تلاقيهم طول الملعب بيغيروا رايحين جايين، فده هيسبب ارهاق جدا لدفعات النادي الاهلي. وايه اللي يدفعني ان انا اغير رامي ربيعه؟ خصوصا ان رامي ربيعه ادى ماتش كويس في ماتش النجم، وقدر ان هو يلعب في وسط الملعب وفي تفاهم وتجانس مع عمرو السوليه. فبالتالي وجود رامي ربيعه في نص الملعب مع ارتكاز ورا الاستوبارين سعد سمير ومحمد نجيب الماتش اللي فات ادوا كويس، فايه اللي يجبرني ان انا اغيرهم طالما الدنيا ماشيه في طريقها الصحيح؟ تمام. يعني برضو هاخد رايك دكتور وليد في ازاي كابتن حسام ممكن يحط تشكيله مثاليه، احمد فتحي ناحيه اليمين ولا احمد فتحي ديفندر؟ بس بعد ما اخد مكالمه يعني من نجم الاهلي السابق، اللعيب يعني اللي ما خدش حقه قوي، النجم السيد حمدي. اهلا بيك يا ابو السيد. حميد، حضرتك عامل ايه؟ تحياتي لك وضيوفك. انا مش قدرت الظروف، مش عارف مين اللي معايا. نقاد رياضيين معايا، دكتور وليد الحديدي والاستاذ محمد الصايغ، بيرحبوا بيك. تحياتي لهم. ربنا يخليك. انت نايم ولا ايه؟ لا لا صح، مش معاد نومك انا عارف. لا لسه بدري. يعني اكيد كان ليك ذكريات جميله قوي مع العرس الافريقي ابو السيد، عايزك تقول لي ابرزها، وبعد كده تقول لي شايف المباراه الاهلي والوداد الاولى او الشوط الاول ان شاء الله يكون في برج العرب بكره ان شاء الله، شايف الدنيا هتبقى ازاي؟ قول لي بس ابرز ذكرياتك مع العرس الافريقي. هو ابرزها طبعا كان نهائي الاهلي والترجي. الحمد لله جبنا البطوله، وكان ليا الشرف ان انا العب الماتش النهائي في القاهره، والماتش هناك يعني الحمد لله قدرت ان انا اجيب جول هنا في القاهره، وعملت اسيست لجده. بالظبط. بالظبط. يعني شايف المباراه دي بيبقى ليها طابع خاص كابتن من وجهه نظرك؟ اكيد طبعا، بتكلم في نهائي افريقيا بين فرقتين كبار، الوداد افريقيا وداد المغربي طبعا بجمهوره وبلاعيبته طبعا حاجه محترمه. بتلعب بين النادي الاهلي، ماتش هيبقى هنا في برج العرب الاول، هتبقى فرصه طبعا الاهلي مع جمهوره في حاجه كبيره قوي، بتتكلم عن فرقتين كبار. اكيد. يعني اختلف اللاعبين يا كابتن سيد، لكن المدير الفني واحد. كانت ابرز تعليمات الكابتن حسام البدري ليكوا كلاعيبه، وابرز تعليماته ليك انت تحديدا كانت ايه؟ بالنسبه للماتش بتاع الترجي لما انا كنت بلعب، يعني كنا يعني احنا طبعا عارفين احنا بنلعب الترجي في ملعبه بطريقه محترمه، ورايحين كان نتيجه 1-1، فعارفين ان النتيجه اي هدف فينا هيبرجلنا يعني او هيغير حساباتنا. لكن كان ابرز التعليمات ان احنا ما نجيش فينا جول، ان احنا نجيب جول يعني. كان دي التعليمات ان احنا نحاول نامن بشكل كويس عشان نقدر نجيب. الحمد لله كان التوفيق حالفنا، وكان اللعيبه كانت في فورمه كويس، فمعظم 12 لعيب حتى الناس اللي نزلت كمان يعني الحمد لله كان في توفيق غير عادي. اللعيبه كانت مستلزمه، قدرنا ان احنا نجيب جول والتاني، وقدرنا الشوط الثاني برضه نجيب اجوال، فالحمد لله المباراه دي طلعت بخير وقدرنا نكسب البطوله. انا شايف ان كابتن حسام هيبقى برضه تعليماته في الماتش اللي جاي ان شاء الله ان احنا نلعب أول ربع ساعة، نحاول ما يجيش فينا أهداف، نقدر نجيب جون، دي هتسهل المباراة علينا.
تمام. يعني قول لي برضو سيد دور اللعيبه الكبيره اللي كانت معاك في هذه المباراه، كانت يعني كانت بيمثلكوا ايه؟ كان كلامهم عامل ازاي؟ كنتوا شايفين فيهم ايه؟ كان معانا وقتها، كان طبعا كان في نجوم كبار طبعا موجودين، ناس في الملعب وناس بره، يمكن ابرزهم كان حسام غالي، كابتن حسام غالي كان في الملعب. كان متعب وبركات وسيد معوض، الثلاث لعيبه دول كانوا موجودين على دكه الاحتياطي. فطبعا حاجه كبيره قوي لما انت بتلعب ومعاك الدكه المحترمه اللي بره دي نجوم كبار، بيعرف تكتسب منهم خبرات، بيقدروا يدعموك بشكل كبير. يعني بيكون خبراتك ان انت في النهايه الماتش مهم قوي لفرقتك، ان انت لو عملت لو حققت البطوله دي بقى حاجه كبيره تتحسب في تاريخك. فكل الامور دي كانت يعني الواحد كان بيكتسبها منهم، فالحمد لله يعني الواحد اكتسب خبرات منهم بشكل كبير. كان معاك كمان النجم الكبير ابو تريكه، كمان كان قاعد برضه احتياطي برضه. ما انا قلت تريكه واستاذ معوض حاجه محترمه بركات، وغير الناس اللي كانت موجوده في الملعب عاشور وحسام غالي. لا كان وائل جمعه، يعني كان معانا في وقتها الحمد لله، كان يعني الحمد لله كان لي نصيب ان انا اشارك مع المجموعه الكبيره. انت كنت تستاهل طبعا يا ابو سيد، انت لعيب يعني مميز، لكن انا قلت في بدايه الحلقه يعني ان انت اتظلمت شويه في مسيرتك الكرويه عموما، لكن شايف بصفتك مهاجم، وكنت مهاجم يعني ليك طابع خاص ومهاري جدا، شايف وليد ازارو يعني شايفه ازاي قبل ما يحرز الاهداف وبعد ما احرز الاهداف؟ والله انا ما غيرتش رايي، يمكن لما دخلت مداخله مع كابتن فاروق قلت كابتن حسام عنده ثقه فيه وبيدعمه، الراجل بيجتهد بشكل كبير قوي، لكن يمكن جمهور النادي الاهلي بشكل عام او الثقافه في مصر ان المهاجم لازم يجيب اجوان، ما بيبصوش غير على المهاجم غير ان هو يجيب اجوان. بالظبط. وتقريبا يعني حاجه اكيد طبعا لما بتلعب النادي الاهلي او الزمالك لازم تفرد، لازم يجيب اهداف وكده، لكن الكابتن حسام كان عنده ثقه في وليد، قدر وليد يستغل الثقه دي وربنا يكرمه وتفتح، كانت مستنيه جون يعني زي فلافيو كده لما كان بيلعب بشكل كبير جدا في النادي الاهلي، لكن ما كانش بيحرز اهداف في اول سنه له. فلما بدات الدنيا تمشي والثقه يعني ترجع له ويقدر يجيب له جوان يبقى هداف النادي الاهلي. انا شايف ان وليد ممكن يبقى نفس المسيره بتاع فلافيو لو قدر ان شاء الله الماتش اللي جاي ان شاء الله ان هو يجيب اجوان كده، انا شايف ان الجمهور هيدعمه بشكل كبير وده حاجه تساعد معاه. يا رب يا رب، يعني متفائل ان شاء الله بكره باذن الله. انا عندي ثقه كبيره قوي في ربنا وفي النادي الاهلي وجمهوره، لان الماتش هيبقى على ارضنا طبعا، جماهير النادي الاهلي طبعا بتدعم اللعيبه بشكل كبير جدا، فانا شايف ان هتبقى فرصه كبيره قوي، بس يعني نهدى يعني ما نستعجلش باول ربع ساعه، كده كده الاجوان ان شاء الله هنجيبها، فما نستعجلش ما يجيش فينا حاجه، اهم حاجه واحنا قادرين ان احنا ان شاء الله نكسب هنا ونكسب هنا. شكرا جدا كابتن سيد حمدي، يعني مداخلة جميلة جدا وقال رأيه، وشكرا جدا لاعب النادي الأهلي السابق كابتن سيد حمدي، شكرا جدا على مداخلتك الجميلة. ايه رأيك؟ هو طبعا في لعيبة كده بيكونوا محظوظين ان دايما التاريخ بيذكرهم في مواجهات مهمة، يعني لو اي حد بتتكلم عن نهائي النادي الأهلي ونادي الترجي في 2012 لازم اسم سيد حمدي، وده ميزة انك تلعب لنادي كبير في خطوة من خطوات حياتك، انك ممكن بعد 50 سنة من النهاردة الناس هتفتكر سنة 2012 بالزبط. كان في لعيب اسمه السيد بالزبط. حمدي كان ليه دور في فوز الأهلي بدوري ابطال افريقيا، ودي قيمة النادي بالظبط بالظبط. طيب نرجع لسؤالنا، احمد فتحي باك يمين ولا احمد فتحي الديفندر؟ هل نخلي رامي ربيعه كديفندر ولا نخلي رامي ربيعه كمساك؟ هنضحي او الكابتن حسام البدري هيضحي بمين؟ الحقيقه انا هختلف مع محمد في الحاجتين. انا شايف انا عن نفسي وجهه نظري ان احمد فتحي يبقى في نص الملعب، محمد هاني يبقى ظهير ايمن زي ما هو، رامي ربيعه يرجع مركزه الطبيعي جنب سعد سمير. لكن انا شايف ان الاقرب لفكر كابتن حسام البدري اعتقد يعني انه ممكن انه ممكن يسيب رامي ربيعه في وسط الملعب ويلعب احمد فتحي ظهير ايمن ويسيب نجيب مع سعد سمير، ده من خلال يعني متابعتنا للتدريبات واصدقائنا زمايلنا الصحفيين اللي بيغطوا تدريبات النادي الاهلي، ده ممكن يكون اقرب. الاحسن ان احمد فتحي يبقى في نص الملعب الافضل من وجهه نظري. ليه؟ لان اولا احمد فتحي في وسط الملعب هيكون ليه عدد من الادوار،
هو خبراته طبعا وهو بيأدي بشكل كويس في المكان ده، فده المكان مش غريب عليه، ده رقم واحد. تمام. عشان ما فكرة ان احنا ما بنغيرش في التشكيل كتير. ان انت كمان ما بتلعبش في كذا خط، يعني فكرة ان رامي ربيعة لعب المباراة اللي فاتت في وسط الملعب طبعا ادى بشكل هايل جدا، لكن ادى بشكل هايل هجوميا، لان النادي الاهلي ظروف المباراة وحالة النادي الاهلي واحداث المباراة حكمت ان النادي الاهلي بيكون متسيد وضاغط طول الماتش. لكن ده ممكن يختلف في مباراه الوداد، ما تضمنش ظروف المباراه. محمد نجيب مع ثنائيته مع سعد سمير ما لعبوش مع بعض من زمان الا يمكن المباراه دي وبعض احيانا اوقات في مباراه الدوري. لكن ثنائيه سعد سمير رامي ربيعه ناجحه في مباراه الدوري من السنه اللي فاتت، بقى لها فتره من ساعه رحيل حجازي للاحتراف، هي الثنائيه دي هي اللي ناجحه وحافظت فعل الاهلي في العديد، وحافظه كلين شيت كمان مع شريف اكرامي المباراه الكبيره. فاذا ده ثبتت نجاحها دفاعيا في تجارب كبيره، لكن ما ينفعش تقيس على مباراه كان ليها ظروف مختلفه انت بقوتك صنعتها. ما تضمنش في مباراه نهائي ان الظروف دي تتكرر. بالظبط. ليه احمد فتحي في وسط الملعب فنيه؟ الحقيقه مع قوه اجنحه نادي الوداد الحداد وناجم ومن الوسط بن شرقي وتحركاته كمان على الجناح، الحقيقه هم بيعملوا لعبه اتعملت في مباراه النادي الاهلي في الاياب في كازابلانكا، وعملوها في كذا مباراه قدام اتحاد العاصمه، وكل مباراتهم بيعملوها ان الاجنحه بتفتح الملعب قوي، والاثنين اللي في وسط الملعب وتحديدا وليد الكارتي بيكمل في منطقه الجزاء، بيلعب براسه هو كويس وبيكمل برجليه كويس، بيستقبل العرضيات، هم بيلعبوا عرضيات وخصوصا من ناحيه اليمين كتير جدا. فهو هم بيفتحوا الملعب، فالاثنين الاجنحه بياخدوا الاجنحه بتاعهم يفتحوا الملعب، الاشرف بن شرقي بياخد واحد من المساكين ويفتح، والاثنين بتوع وسط الملعب بيكملوا. ده ممكن يكون في دور لعمرو السليه واحمد فتحي بسرعه احمد فتحي وقوته، ممكن يكون متواجد كمان مع طبعا التغطيه العكسيه، محمد هاني بيعملها كويس، ما نقدرش ننكر انه بيعمل التغطيه العكسيه الحقيقه كويس جدا. علي معلول بيعمل التغطيه العكسيه بشكل كويس. فانا شايف ان التركيبه بتاعه احمد فتحي في وسط الملعب هتحد من احدى نقاط قوه او اهم نقاط قوه نادي الوداد، اللي هي تكمله الاثنين وسط الملعب الكارتي وصلاح الدين السعيدي برضو اللي مميز في الكرات العرضيه، وهيوقفوا اللعبه دي بتاعتهم. اذا بقى فكره الجناحين اللي هم عندهم قوه وعندهم سرعات، علي معلول قادر ان هو يوقف اناجم وهيتفوق عليه، انا متاكد من ده، مع طبعا وجود المساكي اللي ناحيته اللي غالبا هيكون رامي ربيعه. انا واثق ان محمد هاني مع مسانده برضو احمد فتحي، لان في الوقت ده احمد فتحي هيكون ليه دورين، ان هو هيدي في الناحيه اليمين، وده كمان من اسباب ان انا افضل ان احمد فتحي يكون موجود، لانه هيقدر يعمل يغطي على اليمين كويس مع محمد هاني، ويقدر يلعب في نص الملعب، فده هيسيطروا كويس على اسماعيل الحداد، زائد اشرف بن شرقي بقى يسيبوه للثنائي اللي هو سعد ورامي ربيعه اللي هيقدروا برضه يسيطروا عليه. تمام حلو. طب ما تيجي نشوف مين الاقوى في نص الملعب. هو نص الملعب يمكن متكافئ شويه، يعني احنا يعني مش هنطلع بره دماغ كابتن حسام بدري دلوقتي. طيب يعني مين الاقوى؟ هل هو في ظل العناصر المتاحه او في ظل لعيبه الاهلي النادي الاهلي المتاحين دلوقتي، هل هو رامي مع السولية؟ هل هو احمد فتحي مع السولية؟ انهي اقوى؟ انهي ثنائي اقوى؟ ككل حاجه بقى. بص، كاقوى فتحي مع السولية، بس احنا بنتكلم لما انا قلت احمد فتحي مين عشان ظروف المباراه. طيب ما انا خليني معاك، انت قلت اقوى احمد فتحي مع السولية. طيب انهي اولى؟ ان انا امن عمقي والعمق كله، او العمق الدفاعي بتاعي اللي هو بما فيهم الاثنين ديفندرات، ولا امن اطرافي؟ انا شايف ان الاطراف بيبقى دي نقطه قوه فريق الوداد، فان انا امنهم واخليهم يمنعوا ان هم يتقدموا ويستغلوا المساحات، اللي اعتقد ان هاني بيبقى عنده نزعه هجوميه شويه، فهيسيب وراه مساحات كبيره، فوجود فتحي يعني هيضيق المساحات دي، مش هيخلي اوناجم يقدر يتحرك، مش هيقدر يعمل عرضيات، لان عندهم زي دكتور وليد ما قال وليد الكارتي مميز جدا في العرضيات، ويمكن جاب جون فينا في دور المجموعات تقريبا، فهو مميز جدا. فاحنا عايزين الكره ما توصلش النهايه دي، فما توصلش ازاي؟ ان احنا نقفل الطرفين الملعب، هنقفلهم باحمد فتحي وعلي معلول، ولازم علي معلول برضه حد يبقى ساند معاه، لان علي عنده نزعه هجوميه كبيره جدا، ودي بانت في ماتش النجم. دي من وجهه نظري بالنسبه لنص الملعب والطرفين. يعني انت بتتكلم يعني ظروف المباراه. انا ما اتكلم، انا كفريق نادي اهلي دايما ببص، انا لازم عندي نقاط القوه بتاعتي مكتمله، وبعد كده ابص على نقاط قوه الخصم، لكن انا قوتي انا لازم اكون نازل مكتمل القوه. طيب انا عندي في الوقت العناصر المتاحه بالنسبه لي، عندي احمد فتحي وعندي رامي ربيعه وعندي عمرو السولية، اختار الاقوى دفاعيا وهجوميا واختراقا وتسديدا، اختار الانسب للمكان عموما، واللي بيعرف يعمل لي كفر على الباك رايت، اللي بيعرف يعمل لي كفر على الباك ليفت، اللي بيعرف يعمل لي مساك ثالث، اللي بيعرف
عنده سرعات، عنده يعني عناصر بدنيه عاليه جدا. اكيد اللي هيبقى مرشح اكتر زي ما حضرتك قلت وزي ما وليد قال احمد فتحي. تمام. طيب لما اجي احسب بقى عندي انا ايه الاولى بالنسبه لنا كفريق، هل هو الاطراف ولا العمق؟ ده كان سؤالي. انا بتكلم من الخصم. ظروف المباراه. لا سيبك من الخصم. تمام. انا لازم الاول المدير الفني يبص لقوته هو بدون ما انا انظر للجناحين بتوع الوداد والكلام ده. فتحي وعمرو السولاي. لا الاولى الاولى فتحي وعمرو السولاي اللي هو العمق. العمق بصرف النظر عن ان انا ما بصيتش الخصم هيلعب ازاي او طريقه لعبه والكلام ده كله. فتحي والسولاي. خلينا ناخد من كلامك لان انت قلت نقطه مهمه جدا. هو الفكره ان النادي الاهلي نازل علشان يأمن ضد الوداد ويوقف نقاط قوة الوداد، ولا النادي الأهلي نازل يخلي الوداد يجرده من أسلحته؟ لا يجرده من أسلحته. طيب ان انا انزل بالقوة الكاملة بتاعتي. جميل. انت عندك تجربة ناجحة جدا، كلنا كنا بنقول الجبهة اليمين بتاعة النجم الساحلي جبهة مميزة، وهي فعلا مميزة من اقوى الجبهات اليمين. انت خليتها مشلولة. رحت انت خليتها نقطة ضعف بالسلاح الهجومي بتاعك. خليتها نقطة قوة ليك انت. فليه؟ لان انت لعبت عليها كويس. بالظبط. لعبت وقفتها وضغطتها ووترتهم وما كانوش عارفين يعملوا اي لعبه منها. ليه؟ لانك حطيت تكتيك مناسب لده. فاذا طبعا هم عندهم الجناحات قويه، الاثنين اللعيبه اللي بيلعبوا في الاجنحه اقوياء، الاثنين بتوع الوداد. لكن انت دلوقتي هل انت نازل انت علشان تدافع ضدهم، ولا نازل عشان توقفهم وتاخد انت المبادره منهم؟ بالزبط. فانا شايف ان المبادره هتكون موجوده في وجود محمد هاني بادواره الهجوميه، زائد احمد فتحي في وسط الملعب اللي ممكن مع تقدم محمد هاني احمد فتحي يغطي عليه. وكمان في نقطه مهمه جدا، اذا احنا بنتكلم في نقطه من نقاط قوه الوداد هي سرعه اشرف بن شرقي، وده شفناه برضو في المرتدات بتاعه ماتش اتحاد العاصمه جايب هدفين. هم عندهم سرعه ارتداد. ليه؟ بيعتمدوا على اشرف، بيرموا له الكوره، هو الولد سريع. فالسرعه دي رامي ربيعه مع سعد سمير يقدروا يوقفوه اكتر من محمد نجيب. يعني محمد نجيب ممكن قف الكرات العرضيه يسد معاك، لكن في حته السرعه ده اللي يعني بتكلم فيه. محمد نجيب اتقل شويه في الحركه من رامي ربيعه. ده اللي بتكلم فيه. انت العمق بتاعك، العمق المتمثل في الاثنين مساكين، الاثنين ديفندرات وراس الحرب. طب انت رايك كابتن ميدو وكابتن حسام البدري هيلعب ازاي؟ الكابتن حسام البدري هيلعب باحمد فتحي باك رايت. يعني ده يعني من دماغ الكابتن حسام. لكن ممكن الكابتن حسام بالتجربه اللي وليد اتكلم عليها الماتش اللي فات، ان انا ضربت قوه هجوميه ضربتها شلتها تماما وبقت مفتاح ليا. انا جبت من وديت له اجي هناك ومؤمن يعني انا القصه اللي وجبت منها جونين. فليه لا؟ ليه ما يبقاش عندي العمق الدفاع الاثنين مساكين اللي هو يعني بتوعي اللي هو فيه قوه وسرعه، طبعا مع كل الاحترام، ونجيب ده دايما بقول ان هو لعيب يتشال على الراس، لكن يبقى عندي اثنين مساكين عندهم سرعات وعندهم قوه وي 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 وي، وعندي كمان اثنين ديفندرات ما شاء الله، احمد فتحي والسولية، وعندي كمان باك رايت واعد وصاعد واعد. عايز بس ايه يا جماعه، ما ننسى بقى حته الخبره، لان الخبره بتيجي مع المباريات الكبيره. لكن هو شغال كويس قوي، كل تخوفي من الانذار اكيد برضو الراجل عنده 5 انذارات وبقول لك انا مش متخوف من الانذارات. فعشان كده وعندي ازارو، ده العمق الاهم بالنسبه لي، ده العمود الفقري بالنسبه لاي فريق كوره وبالنسبه لاي مدرب ناجح. بعد كده ابدا ابص بقى على اطرافي. انا عندي العمود الفقري بتاعي جامد، رامي راح غطى على الباك رايت، احمد فتحي، لكن انا عندي مأمن قوي. ده اللي انا كنت بكلمك فيه. يمكن كابتن حسام البدري من المدربين اللي هي عندهم ميزه اللي هي ما بتكبرش في الملعب. يعني هو لو حس ان هو مثلا لا ما بيكبرش، انا معاك، مضغوط مثلا من على الطرفين هيبتدي ايه، لو بدا بفتحي نص ملعب هيروح موديه مين، وهيبتدي يخلي ربيعه نص ملعب. فهو عنده حلول كتيره جوه الملعب يقدر يحرك بيها لعيب. وليد ازارو مش موفق في المباراه، يقدر يطلعه ينزل وليد سليمان، يدخل جونيور اجاي جوه ال 18. عنده ما شاء الله حلول فعلا كبيره جدا على عكس الفريق الوداد. الفريق الوداد يمكن الدكه بتاعته مش ايه، ما عندوش اوراق رابحه كتير. فيمكن الموضوع فيه لا، كافه النادي الاهلي تفوق بكثير كافه فريق الوداد. يعني برضو كلامك اخد منه سؤال حلو، هل لما انا يبقى عندي دكه بره قويه جدا، هل انا كلعيبه ابقى قلقان شويه وانا في الملعب؟ هل انا مثلا ما عنديش بقى عكس بقى الوداد اللي هو عنده دكه زي ما محمد بيقول عنده دكه مش زي النادي الاهلي، اختياراته محدوده عموده. فهل ده بيدي طمانينه وبيدي ثقه للعيبه اللي في الملعب ان انا يعني مش هتغير، مش هبقى قلقان عكس لعيبه النادي الاهلي؟ انا لو عملت خطا واثنين وثلاثه ممكن اتغير. هو ده بيرجع
للهدف اللي في دماغ كل واحد. ما هو احنا بنتكلم نرجع للمدير الفني. لا ما احنا بنتكلم في منظومه، والمدير الفني جزء من المنظومه. هل لاعب النادي الاهلي بيطمح لانجاز فردي ان هو يبقى في الملعب ويجيب اهداف ومش مهم مصلحه النادي بتاعه ومصلحه الفريق بتاعه؟ ما اعتقدش. يعني احنا بنشوف المباراة اللي فاتت وليد ازارو لما بيجيب اهداف اول واحد بيجري عليه هو عماد متعب، وصالح لما بيجيب اهداف اول واحد بيجري عليه هو عبد الله السعيد، وهكذا. فكرة الروح الجماعية اللي موجودة عند النادي الاهلي اللي مميز بيها، انا شايف ان قوة الدكة بتدي طمأنينة للاعب اللي جوه الملعب. هو مش فكرة انه بيفكر انا اللي هتبدل ولا لا، هو مطمن انه مهما كانت حالته او حالة زملائه، حتى لو واحد اوت اوف فورم في اليوم ده مش جايب المستوى بتاعه، هو مطمن ان في حد من جوه او من بره على الدكة هيدخل يسند. فده في الاخر بيصب لمصلحة الفريق. فانا شايف ان العكس، الدقة القوية بتدي طمأنينة للمجموعة اللي جوه الملعب وبتدي ثقة للمدير الفني. حلو. طيب نرجع نصحح الناس معلومة، ان هو مش شرط عشان انا هلاعب اطراف قوية ان انا ارمي كل القوة بتاعتي على الاطراف. دي مقولة غلط جدا جدا. طب انا لو عندي القوة بتاعتي متوازنة يبقى زي الفل، يبقى انا عندي العمق الدفاعي بتاعي والعمق الهجومي كمان زي الفل اللي هو قوي جدا، وعندي الاطراف قويه. طب لو حصل ان انا عندي كفه مايله عن كفه افضل ايه؟ لا طبعا لازم عمودك الفقري اولا تهتم بيه، وبعد كده فكره الاطراف. ما هو المدربين العالميين دايما اول حاجه بيفكروا فيها لما بيجوا يعملوا فرقه بيدور على حارس المرمى، بيدور على قلب الدفاع، على الديفندر، على راس الحرب. بعد كده بيبدا يفكر في الاجنحه، بيبدا يفكر في اللعيبه. فلا طبعا عمودك الفقري، وبعدين كمان تكتيك عموته هو اللي هينزل يلعب على نقاط قوه النادي الاهلي ويحاول يوقفها. كل اللي احنا بنتكلم فيهم دول هتبقى ادوارهم الدفاعيه بنسبه 80% بالزبط، وادوارهم الهجوميه بنسبه 20%. بالزبط. استغلالك انت لحالتك الهجوميه دي هي اللي هتخلي فريق الوداد كله كتله دفاعيه قدامك، مش هيبقى فيه تهديدات الا في بعض الكرات المرتده اللي ساعتها تقدر تتعامل معاها. انما توقف نقاط قوتك وتحرم نفسك من نجوم في فريقك ممكن يساعدوك في المباراه علشان توقف نقاط قوة الوداد، ما تستغلها لصالحك زي ما عملت المباراة اللي فاتت وتجربة كانت ناجحة. تمام. يعني هو ده اللي احنا كنا عايزين نكلمه أو نوضحه للناس بصورة أوقع شوية. يعني دايما يقول لك إيه، خلي بالك الأطراف عندهم قوية جدا، فلازم نأمن الأطراف عندنا عشان يعني تبقى القوة. لا، هو الكلام ده للأسف يعني الكلام ده مش صح. لازم زي ما ضيوف الكرام بيقولوا عمودك الفقري سليم وتمام كده، ما تخافش من حاجة. عندك كمان الحالة الدفاعية اتطورت وتغيرت، ما عادتش حالة دفاعية فردية، بقت حالة دفاعية جماعية اللي هو تجيب لعيبة كتير، يعني تعمل زيادة عدية في منطقة الكورة. الأهلي بنشوفه لما بيفقد الكورة بيلاقي جونيور جاي بيرجع والمؤمن زكريا. جونيور بيكون بيجيد الحالة الدفاعية، لكن هو بيرجع متواجد في مكانه، يسند الكورة. ما يسند مع فريقه بيعمل قطرة دفاعية. بالظبط بالظبط. طيب احنا اتكلمنا يعني حاولنا ندخل في دماغ كابتن حسام، وقلنا يعني ما كابتن حسام ممكن يرجح ان هو بيلعب باحمد فتحي، لكن ممكن يغير فكره ويقول لك خلاص لا انا ادي لاحمد فتحي بقى في نص الملعب، ارجع رامي واستغل كل القوه بتاعتي، ولو حصل لا قدر الله حاجه انا معايا تغييراتي بره. طيب عموته بقى نفسه ممكن يعمل ايه؟ عموته عنده مشكله جدا لسه، ما اعتقد ان هو لسه ما حلهاش، في امين عطوشي. امين عطوشي بيمثل له قوه دفاعيه كبيره. بالظبط، لان زي ما احنا بنتكلم عمق، عنده عمق رئيسي كمان وعمود رئيسي في الحاله الدفاعيه والحاله الهجوميه كمان. فهو دلوقتي عنده ازمه، لو فقد صلاح الدين سعيدي وهو لاعبه ستوبر ورا هيفقد تقل كبير جدا في نص الملعب، لان صلاح الدين سعيدي بيمثل قوه كبيره في نص الملعب، وفي نفس الوقت هو محتار ينزل لعيب تاني بديل وما يملكش الخبره اللي بيملكها عطوشي او صلاح الدين سعيدي. تمام. فدي انا شايف هتبقى نقطه ضعف كبيره جدا، لو قدر كابتن حسام البدري والنادي الاهلي يلعبوا عليها هنستغلها ونحرز اهداف مبكره، هتقدر ان هي تخلي المباراه اعتقد ممكن انها تسير في اتجاه ماتش النجم، لان صلاح الدين سعيدي لو رجع ستوبر ورا نص ملعب الوداد هيتاثر كتير. حلو. هيفكر ازاي؟ هو انا اعتقد هيسيب صلاح الدين في وسط الملعب. هو بالنسبه له قوه، هو وليد الكارتي ومن وراهم ابراهيم النخاش اللي هو بيمثل يعني اشبه كده بحاله حسام عاشور في النادي الاهلي، اللي هو المدافع بتاع وسط الملعب. اعتقد صعب جدا يستغنى عن صلاح، مع انه بس بيستغله، يعني هو استغل صلاح الدين سعيدي لعبها قبل كده، لعبها اكتر من مره بس وفقا لظروف المباراه. لكن هو بقاله التركيبه بتاعته دي بتاعت وسط الملعب بقاله فتره بيلعب بيها وناجحه معاه، فصعب جدا يعمل. ما هو ده فكره بقى الخلل اللي احنا بنقوله، انك تعمل خلل في خطين. يعني هيبقى عندك مشكله في وسط الملعب وهيبقى عندك مشكله في خط تاني في خط الدفاع. فهو لا، هو هيسيب اعتقد صلاح الدين سعيدي، ممكن يدفع بلاعب زي نعيم اعراب مثلا جنب بدر كادرين في الدفاع،
ويسيب صلاح الدين سعيدي لان هو مهم عنده وسط الملعب، لان هو كمان عارف ان وسط ملعب النادي الاهلي نقطه قوه في الفريق، فهو صعب يتخلى عن معركه وسط الملعب. طيب. بكل تاكيد يعني فكره دماغه هو طبعا بيعتمد طريقته 4-3-3 ب4-3-3 بمتغيراتها بقى، سواء الدفاعيه سواء الهجوميه. في الحاله الدفاعيه هو بيلعب بطريقه 4-5-1 اللي هم الاثنين الجناحين وناجم والحداد بينضموا للثلاثي بتاع وسط الملعب، بيبقى عندنا رباعي وخمسه وبن شرقي هو بس قدام بيحاول ايه يعمل يعني قلق كده الخطوط الدفاع، لكن هو الفريق التسع لعيبه بيبقى قدام حارس مرماهم بيعملوا كتله دفاعيه. عندهم محور الدفاع او اكتر لاعب مهم دفاعيا في وسط الملعب اللي هو ابراهيم النقاش، اللي هو يمكن هيكون بيقابل عبد الله السعيد بكره ان شاء الله. فعشان كده عبد الله السعيد هيكون عنده مفاتيح المباراه بكره، اما انه يكون في قمه تالقه ويسيطر هو على منطقه نص الملعب في الناحيه الهجوميه وخلاص يتغلب على مراقبه نقاش، قوي ياخد المساك بتاعه اللي هيقابله ده ويفتح بقى سواء احمد فتحي لو كمل او اجايل اللي بيعمل اللعبه اللي هو بيدخل المهاجم تاني مع وليد ازارو او مؤمن اللي بيتحرك بقى لنا 3-4 مباريات او يمكن من مباراه الرجاء تحديدا. ادوار مؤمن زكريا هايله جدا، واستغلال مؤمن زكريا استغلال رائع جدا مع الثنائي جونيور اجايل ووليد ازارو. وإذا ابتعد عبد الله السعيد وخد وفتح بالمساج بتاعه للنقاش ده هيفتح لأحمد فتحي، عشان كده بنقول إن أحمد فتحي مهم في وسط الملعب لأنه هيكون ليه أدوار هجومية مهمة. أجاييه لما يدخل في وسط الفراغ اللي هيتعمل ده لو عبد الله السعيد بعد باللاعب بتاعه هيعمل شغل مهم جدا، مؤمن زكريا هيعمل شغل مهم جدا. فأنا شايف إن التركيبة بتاعت وسط الملعب بوجود احمد فتحي وعبد الله السعيد لما يكون فايق، وفي حالته عبد الله السعيد لاعب خبره هو هيقرا الماتش، يعني عبد الله السعيد وجوده مهم لانه هيقرا الدفاع قدامه عامل ازاي. اذا لقى انه قادر يتغلب هتلاقيه هو بيكمل، هو اذا لقى انه ممكن يبقى عنده مشاكل هو هيفتح لزمايله، هتلاقيه راجع شويه الخطوه لوسط الملعب او رايح على احد الاجنحه وسايب لزمايله فكره الملعب اللي هو يبقى نص ملعب فاضي. فانا شايف ان الشكل ده ممكن يبقى في صالح النادي الاهلي. اكيد اكيد. يعني اختلاف سهوله المباراتين، او النادي الاهلي سهل المباراه على نفسه في مباراه النجم وكان في توفيق كبير قوي، كان زي ما اتكلمنا كان في تركيز كان كان كان، هل الموضوع مختلف؟ الموضوع مختلف كتير. يعني الموضوع مختلف كعوامل ساعد النادي الاهلي، ولا الموضوع مختلف كتركيز، ولا الموضوع مختلف ازاي؟ الموضوع مختلف من فرقه النجم لفرقه الوداد، شايف الاختلاف فين؟ خلينا نتفق بس كابتن ميدو ان التوفيق كان حليف النادي الاهلي بشكل كبير في الماتش اللي فات، وده طبعا ما ينفعش ان احنا نغفل ان كابتن حسام البدري بدا بتشكيله متوازنه، قدر يسيطر على المباراه من بدايته. بتلعب من غير احمد فتحي، بتلعب من غير صالح جمعه. قدر برضه كابتن حسام يخلق حلول بديله وقدر ان هو يوظفها بشكل كويس، استطاع ان هو خلال التدريبات الاخيره يدرب رامي ربيعه في نص الملعب. اكيد احنا ما حسيت يعني اعتقد ان حضرتك ما حسيتش مثلا ان حسام عاشور ناقص، ما حسيتش ان عبد الله سعيد مش موجود، يعني ما حسيناش ان النادي الاهلي ناقصه لعيب، بالعكس كان بيروح وبيزيد وبيهدف تحركات جونيور اجاييه. ما ده اللي انا بتكلم فيه بقى، هل التشكيله دي هتأدي نفس الدور اللي أدته في مباراه النجم، ولا الموضوع مختلف بالنسبه للوداد والنجم الساحلي؟ الظروف مختلفه؟ لا، النادي الاهلي هيبقى عارف طبعا ان الوداد على ملعبه هيبقى مختلف تماما. يعني الوداد اللي هنشوفه بكره غير الوداد اللي هنشوفه في كازابلانكا. فبالتالي النادي الاهلي هيبقى همه ان هو يحرز مزيد من الاهداف، هدفين على الاقل، وفي نفس الوقت ما يدخلش فيه هدف، لان لو دخل فيه هدف الموضوع هيتصعب كتير جدا لو رحنا لو رحنا المغرب. فكل هيبقى الشغل لكابتن حسام البدري ان احنا نعمل زي ماتش النجم، نحرز هدف مبكر يبتدي فريق الوداد يفتح خطوطه، خصوصا ان احنا عندنا الثلاثه اللي قدام سواء عبد الله او جونيور اجاييه او مؤمن، الثلاثه بيمتازوا بمميزات مختلفه. ممكن جونيور اجاييه لعيب مهاري سريع بيقدر يخش يكمل مهاجم تاني، عبد الله لعيب ذكي يقدر يوزع الكره على جانبي الملعب، بيقدر يفتح ثغرات دفاعيه. مؤمن زكريا يمكن فايق، يمكن اتطور كتير قوي مع كابتن حسام البدري، تخلى شويه عن انانيته، بدا يبقى عايز يباصي، بيلعب الروح الجماعيه اكتر ما بيلعب لنفسه. فوليد ازارو فايق جدا جدا، هيمثل قوه هجوميه، هيرهق دفاعات الوداد. فالرباعي اللي قدام دول مع الكفر اللي هيعمله سواء عمرو السوليه او احمد فتحي او عمرو السوليه ورامي ربيعه، هيدي زياده هجوميه للنادي الاهلي في الثلث الاخير. فده هيؤدي ان شاء الله ان المباراه تسير ان النادي الاهلي يكسب على الاقل هدفين. يا رب يا رب. يعني برضو وليد،
المباراة مختلفة، يعني النجم الساحلي بيلعب على فرصة واحدة، الوداد عنده شوطه والتاني، فالنجم استقبل هدف في بداية المباراة عشان كده فتح خطوطه. هل الوداد ممكن يعمل كده ولا هو ليه استراتيجية معينة؟ لو حتى خد هدف لا أنا بلعب على نفس الاستراتيجية، ولا ممكن شايف الصورة تبقى عاملة ازاي؟ ولا لو خد ثلاثة حتى هيفتح خطوط، هو جاي هيدافع حتى الموت، يعني هو عارف انه كل امله وكل خططه وكل شيء منصب على مباراه كازابلانكا، فهو هيخرج هيحاول بقدر الامكان يخرج بالنتيجه. اذا قدر وخطف هدف لا قدر الله باي لعبه بقى مرتده اي كوره طايشه بتاع يبقى حلو جدا. ما قدرش، هو مقفل ملعبه تماما، استقبل هدف هيفضل مقفل، استقبل هدفين هيفضل مقفل، ما عندوش اي مشكله خالص، هيلعب بنفس الاسلوب مش هيتخلى عنه. فلازم النادي الاهلي يعرف انه حتى لو احرز هدف مبكر مش هيهز الوداد، زي ما انت قلت الوداد لسه عنده مباراه فمش هيفتح وينهار وهو زي النجم الساحلي. فلازم النادي الاهلي يعرف ان صعوبه احراز الاهداف هتزيد كتير جدا، عشان كده انا قلت خرجونا من اطار السته والارقام الكبيره وكده. النادي الاهلي بيلعب بره، ولما بقى يروح له كازابلانكا وفكره ان الوداد يفتح خطوطه، النادي الاهلي بيعرف يعمل ده كويس، عمل ده في ماتش الترجي، حتى في ماتش النجم الساحلي، النجم الساحلي كان النادي الاهلي يقدر يخرج فايز، الا ان ظروف الماتش والتسديده بعيده راحت خلت النتيجه 2-1 للنجم، لكن لو شفت فرص ضايعه وشكل النادي الاهلي ما كانش سيء وكان يقدر يخرج متعادل او حتى كسبان. فالنادي الاهلي يعرف يعمل ماتش كويس في كازابلانكا، فاي فوز للنادي الاهلي ان شاء الله هيكون في صالح النادي الاهلي، هيكون مؤشر لتتويج النادي الاهلي. يا رب. يعني برضو سؤال وتقول لي لا، هل الكرات العرضيه للوداد مؤثره؟ الكرات العرضيه الناس عارفه ان دي اسلحه، يعني من الأسلحة الجامدة جدا لفريق الوداد. الكرات العرضية مصدر خطورة لفريق الوداد، السرعة بتاعت أشرف بن شرقي مصدر خطورة لفريق الوداد، النادي الأهلي لو قفل كويس بكرة هيبقى هيعتمدوا على التسديد. مين بقى مين الأحسن، نجيب ولا رامي؟ ما زي كنا بنتكلم في سرعات يبقى رامي ربيعة، إذا حتى في الكرات العرضية رامي ربيعة مميز فيها مع سعد سمير ما عندوش أي مشكلة، فأنت بتشوف مين أقرب واحد إمكانياته تسد في العرضي وتسد في السرعات يبقى رامي ربيعة. إيه رأيك؟ اتفق مع وليد تماما، يمكن نجيب برضو مش هيكون على مش هيمشي المباراه، يعني مش هيتماشى مع المباراه وسرعات نجم وحداد. فربيعه لو بنتكلم كفكره مباراه ممكن ربيعه فعلا مع سعد سمير يكونوا صلابه دفاعيه قدام هجوم نادي الوداد. حاسس ايه بكره؟ 2-0 ان شاء الله يا رب. مش هقول عدد اهداف، لكن ان شاء الله النادي هيقدم مباراه كويسه والنادي الاهلي هيخرج فايز باذن الله، وهيكون في تتويج بالبطوله في مباراه كازابلانكا للنادي الاهلي. نورتنا وشرفتنا. شكرا جدا كابتن ميدو، سعيد بالتواجد معاك دايما ومع صديقي العزيز محمد. ربنا يخليك، نورتنا وشرفتنا. ربنا يخليك يا كابتن ميدو. يعني دي كانت تاني فقره كان معانا، يعني كانت فقره شيقه بصراحه، اتكلمنا فيها في فنيات ضخمه جدا. هنتكلم في الفقره المقبله طبعا بقى مع النجوم للاستوديو التحليلي، الكباتن الكبار كباتن مصر والنادي الاهلي، كابتن كبير كابتن ماهر امام، والكابتن الكبير كابتن شريف عبد المنعم، والنجم الكبير كابتن ربيع ياسين. فاصل واستنونا.